وانا ماشيه حصلت هذا محل كيك يطبع صور على الكيكات. هنا طبعا في هذا حق ديمون سلاير وهذا بعد. شوفوا هذه هذا المحل يبيع فيجرات اثريه تقريبا، يعني اشياء قديمه كذا، ولي اكثر من فرع ترى، حتى في فروع في طوكيو. فخلنا ندخل نشوف، اول مره اجي هذا الفرع. المحل مسوينه على اساس انه كاف ليترلي. هنا حاطين صور لبعض الاشياء، شوف اسعارها 2 مليون ين، وهذا اللي هنا بمليون. صراحة أول مرة أشوف شيء بمليون، يعني غالبا تكون يعني إذا مرة 50 ألف، 100 ألف يعني إذا مرة. بس صراحة ما أعرف إيش هذه الشخصيات، ما أعرفهم أو هذه الأنميات. والله هذا الفرع شكله كبير وشكله فيه دور ثاني بعد. طبعا مو بس في فيجرات، في مانجات بعد. شوفوا هنا حصلت تامة، هنا في حلقات سابق ولاحق فوق 100 ألف. بس معلومة يعني معلومة مرغبية، سابق ولاحق أسماءهم بالياباني ريتس، والثاني اسمه جو، مع بعض يصيروا ريتس جو، يعني ليتس جو. أبيض من كذا في الحياة ما في. هنا في دراجون كويست، وهنا هجوم العمالقة. أوركسترا فوق مكتوب هنا أوركسترا كونساتو إيفنتو، إيفنت حق الأوركسترا حقه، ما ظهر إنها أغاني أجل. ما توقعت احصل تليتابيز. هنا في حق عدنان ولينا، ظهر انه بوكس فيه صور واشياء مكتوب عليه ذكريات، مدري وش كتابة ذكريات. هنا في مانجا حقت دراجون كويست حق الداي، وهذه حقت ناتسونو تايزاي، وطبعا كونانكا. شوف هذه من 1 إلى 20، اذا الوحدة فيها 20 فهذه 20 40 60 80 100، 100 مجلد. اي والله مكتوب بس أنا ما قرأت. 100 مجلد ب3300 ين. طلع عندهم كوسبلاي، ما أعرفهم كلهم، بس هذه من سباي فاميلي وهذه من إيفانجيليون. خلينا نشوف ندور هنا عن شيء نعرفه. هنا في بعد ما أدري جمعة بواكير باروكات حقت الشعر، شعر مستعار. يلا مو مشكلة، شعر مستعار. هنا بعد في آنيا، آنيا فوجا هاي كيو، هذا بعد حق هاي كيو، بس الظاهر إنه مو اللبس حق اللعب حقهم حق النادي، مدري شو وضعه. المهم ثقيل هذا، مدري ايش حاطين فيه. هذول اتوقع كلهم حقهم كيميتسو نو يايبا، هذا حق زينيتسو، وهذا تانجيرو، وهنا في حق نيزوكو تشان، وحتى معاه ذي اللي تحطها بفمها الخضرة حقت البامبو. هذا بعد نسيت اسمه بس برضه من كيميتسو نو يايبا. وهذه كانت حقت فراشات، مدري ايش صح ولا نتهيألي. هذا عاد من الربط عرفته صراحة، اللبس كله أسود مو باين، بس هذا الربط ذكرتني فيه. هذا اللبس حق جون، هذوليك الشرطة ما أدري شو وضعهم اللي في جنتما. وهذا اللبس حق كاغورا برضو من جنتما. هنا حصلت أشياء خرافية، ناروتو والله مرة خرافي، هذا ناروتو الحب، وهذا حق ناروتو لما كبر في ناروتو شيبودن. وهنا عندنا الأكاتسوكي، وهذا حق كاكاشي، وهنا عندنا ساكورا، ويجي معاه حتى الربطة مع نجوم النينجا. هذا من بوكو نو هيرو أكاديميا. صراحة ما توقعت أحصل حق سلام دانك هنا، حق حسان بعد رقم 10، وهذا حق فيجيتا من دراغون بول، هذا من جوجوتسو كايسن، وهذولي حقون طوكيو ريفنجرز. في بعض الاكسسوارات، هذه الحلقات حق تانجيرو، هذا حق نيزوكو تشان، هذا الماسك من بوكو نو هيرو اكاديميا، وهذا من كيميتسو نو يايبا حق اينوسكي. وفي بعد هنا حق بوبجي، هنا عارضين كوسبلاي حق شانكس. في بعد سيوف، هذه اغلبها حقت كيميتسو نو يايبا اتوقع صح، شكلها يب. وين حق ايتشيغو؟ ما في حق كروساكي ايتشيغو، حق ايتشيغو البنكاي افخم سيف موجود في التاريخ. صراحة ما توقعت ان عندهم اشرطة، بس عندهم اشرطة بلايستيشن 1. هنا تحت في دريم كاست، وهناك في بي اس بي بعد، هذا حق جوجو. هنا بعد في بعض الاشرطة القديمة، وهذه بعد حقت النينتندو. هنا في مازنجر، هذا من ستار وورز. وهنا في بعد عبقور، هذه اسمها دورامي، هذه اخت عبقور. وطبعا استرو بوي اللي غير مفهوم الانمي في العالم. هذا البرج اسمه برج الشمس، كان شعار الاكسبو عام 1970،
وكان هنا في اليابان في أوساكا. جيت رحت وصورت عنده، وكانوا حاطين حتى معرض عن الإكسبو، وكانت حتى وقتها السعودية مشاركة في صور من الركن وأشياء حطيتها في الفيديو. المهم اللي يبغى يشوف الفيديو حطه في الديسكريبشن. سوسان على ديون، أنا الحالي والمنكنة هذه شكلها يضحك. وطبعا لازم يحطوا آنيا إفريوير. وهنا في بعد ميناتو من ناروتو.